عايز اقول يعني صراحه كل صراحه صدق يعني والله اقسم بالله يا جماعه النفسيه التعبانه وحالتها حاله محتاجه مشروب بارد حلو، مش بس مشروب بارد، النفسيه التعبانه خربانه محتاجه الواحد يروح يغير النفسيه بتاعته ويروح مثلا مكان، مثلا يروح يصيف مثلا نشوف المكان حلو تروح له. الواحد لازم يغير نفسيته 180 درجة، الواحد لازم يغير نفسية، ولا غير كده الواحد يعني بص حياته مش هتبقى حلوة صراحة. فالنفسية محتاجة قعدة حلوة في دانكن مع مشروب بارد، والواحد فعلا يحتاج ل يغير اليوم بتاعه وبس. اشتركوا في القناة، اعملوا لايكات وشكرا لكم.